هذه الأماكن لا تبعد كثيراً عن مركز المدينة أطنان من الفضلات تلقى يومياً داخل وخارج الحاويات مما زاد الوضع البيئي قتامة بفعل الروائح الكريهة والحشرات مشهد يثير التساؤل مسؤولية من هذه هل العيب في المواطن أم العيب في الأجهزة المعنية؟ سؤال كانت له إجابات مختلفة والله الوضع البيئي هنا الأوساخ تحملها المواطن والبلدية شوية من المواطن وشوية من البلدية بصراحة البلديات مش قاعدة تنظف مش كان البلدية حتى المواطن زاد يزمو ينظف خويا المواطنين المواطنين وين مش يحطوا الزبلة حاشاك يحطوها في في البوبال البوبال شكون مش يهزها جماعة البلدية والدواء منين من عند البلدية يعني تقعد بالأربع خمسة أيام حتى لين يشعلوا فيها النار يعني وين الخدمة لهنا ياخذوا في شهري ولا هما ما دامهم في شهري يعني ما يخدموش؟ تو هني ونجروا ونتلاتوا خدام معناها يعني نملى ظروفهم كيفاه؟ المواطن يجي عقبهم ما الزبله وين يجي نعانوا في المرار من الخدمه هذه هي المسؤوليه مسؤوليه مشتركه فالاكيد ان للمواطن مسؤوليه والواجب للمجتمع المدني ان يقوم بمجهودات كبيره كذلك على السلطات المحليه والسلطة الجهويه والوطنيه وخاصة الهياكل المشرفة على هذا القطاع أن تتحرك بأكثر فاعلية عبر عديد المواطنين عن غضبهم وتذمرهم من غياب تدخلات البلدية لمعالجة كثرة الأوساخ وأثارها السلبية والصحية والله بالنسبة لعمال النظافة احنا نحترمهم الناس تخدم على الرواح وتشم في الرواح نار كامل أما بصراحة فهم تقصير عملت على النظافة تشوفوا كأنه خارج في كورس تك تك فهمتني تعدى تراكتور يهبط منه ومنه ويمشي اللي فيه البوبال يهز واللي لوطا يخليه اوساخ منتشره في كل مكان الفضلات معناها الوضع كارثي الروايح الكريهه الوضع البيئي سيء جدا حاله مكربه الناموس الدبان الزبله البلديه مش قاعده تخدم على روح ايش تحب تزيد من هذا ناقصه يتعدى ساعه في الليل معناتها الكميون يتعدى ليل ساعه ينظف هيك الساعة وبعش مع ستار البلدي الوضع البيئي باش ياثر على على المواطن التونسي انسيك على البلاد ككل معناها المواطن التونسي اليوم نشوفوا لي برشا امراض كنا نسمعوا بها قبل رجعت لنا ولينا نشوفوا في امراض خطيره ياسر جايه من البيئه اصلها الاصيل جايه من البيئه من التلوث امراض ما كناش كنا نسمعوا بها لكن ما كثمش فاعليه نتاعها على الارض توا يا جماعه كنا نسمعوا بالجراب حشاك أنا حاجة برك مش نكلم البلدية، مش نقول لها عندكمش صغار؟ بالله ما عندكمش صغار تضربت بالوشواش، ما تخافوش على صغاركم. يعني راهو عندنا الوشواش ما تحكيش. الكل نعرفوا أنه بعد الثورة آه ثم عديد الإشكاليات سواء الهيكلية ولا الإشكاليات الظرفية اللي آه معناها خلات الوضع البيئي ما يكونش على أحسن ما يرام، مش كان في صفاقس بل في أغلب البلديات الجمهورية. نعرف الكلنا مشكلة المصبات اللي ما فماش مدينة ما فيهاش المشكل هذا مشكلة الشركات المستغلة للمصبات البلدية مشكلة المعدات البلدية معدات نظافة اللي تم الحرقها أو معناها معنى الاعتداء عليها هذا الكل يخلي الوضعية معناها في مختلف البلديات تكون ما هيش على حسن ميورا وفي المقابل عبر أيضا أعوان البلدية عن استيائهم من المواطن واعتبروه المسؤول الأول عن استفحال الوضع البيئي والبلدية ثانية لنقص التجهيزات وغلق المصب الرئيسي هذا زيادة على ظروف العمل المهينة بالنسبة إليهم بسبب تدني الأجور وارتفاع ساعات العمل وعدم الاهتمام بهم لا 24 ساعة أنا يعني كنت نخدم بالليل وهبط بالنهار انت تخدم وغيرك ما يجيش يخدم انت تاخذ شهريه هو ياخذ كيفك هو في الدار راقد وانا نخدم هو ياخذ شهريه كيف كيفو احنا راهو شوف اولا هذوكم بالنسبه للخلاص واجورهم مش على البلديه يعني ناقصين تجهيزات بصراحه البلديه ناقصين آه، ناقصين تجهيزات في البلديه ما ناقصين الجواندوات هذه ترى فيها شريها بفلوسي ما فماش ما عطوناش جواندوات اصلا باش نخدموا بها عطونا مره بركه ملت خلطه وعندي بلديه مره بركه عطوني جواندوات بالنسبة للقفازات احنا عملنا صفقة فيها ألف وأكثر من ألف قفاز لجميع العمل راهو نحكي القسط الأول من القفازات اللي جانا وزعناهم على جميع الدوائر حسب الطلبات اللي جاتنا تبقى يلبسوهم ولا ما يلبسوهمش كموضوع آخر حالة حليلة أمس واحد سخف الكمامه تلبس ما نجمش حنا نتنفسوا بها يعني ماشي نتاع خدمة ما تخدم بها من اللي دخلت نخدم لا عمري شفت جانا بيب ولا عمري عملت زريق المترسمين يزرقوا وياخذوا جواندويت ياخذوا كل شيء الفاكسان كيف كيف راهو احنا عندنا مصلحة كاملة هي مصلحة السلامة المهنية اللي اللي معناها مشرف عليها طبيب ومعاه معناها فريق كامل معناها طبي وقاعدين نحدوا معناها مواعيد للتلاقيح هذه للعمله معناها حسب المصالح لكن احيانا العامل هو اللي يتخلف عن الذهاب للمصلحه لاجراء معناها التحليل او اجراء التلقيح احنا نطلبوا من المسؤولين انهم يتلهوا بينا شوي راهو ناقصين برشا حوايج من من كل شيء اي كان ماتريال كل شيء راهو ناقصين راهو كيف نحاول نحبوا نوفروا الازياء العمل نوفروها للناس الكل مش كان العمل العمل المرسمي احنا سنه خذينا اكثر من ألف زي عمل وقت اللي عندنا احنا تقريبا 380 او اكثر شويه عمل تنظيف وبين شد وجذب بين المواطن والبلديه بقي دور الجمعيات ضئيل جدا وبرامجها التوعويه وحبر على ورق كما اعتبرها البعض واعتبرها البعض الاخر دورها مهم في نشر الثقافه البيئيه بين مختلف شرائح المجتمع. الجمعيه راهو اذا كان مش تقوم بدور تقوم بدور توعوي بستوع... معناها بتاع وعي اما بش تلم بش تنظف كيف فارغه امور توعويه والمواطن لازم يكون واعي، الجمعيات ما عملش على جمعيات فهمتني؟ والله إذا تم تطبيق معنا برامج الجمعيات هذه تم تطبيقها على أرض الواقع كنا نتصور الوضع كان يتبدل خير، أما مشكلتها بقات تحبر على ورق، خلينا نتفق على شيء الجمعيات لا يمكن أن تح، آه، تكون في موقع الأجهزة المنفذة للتعامل مع البيئة. لا يمكن ان تكون موقع كتابه الدوله البيئه لا يمكن ان تكون في موقع البلديات لا يمكن ان تكون في موقع الوكالات الوطنيه سواء للحماية المحيط او للتعامل مع النفايات الجمعيات يمكن انها تقوم بحملات تحسيسيه وحملات مشاركه توعويه من خلال عمل ميداني وهذايا قاعد يقوم به ولو انه بجزء بسيط اذا كان احنا نحب نغيروا بلادنا نحو الافضل لازم نكونوا احنا احنا بهين وإذا كان حال بلادنا ما هوش باهي معناتها رانا إحنا ما احنا باهيين. دونك إحنا التفكير نتاعنا على مدى الطويل ما نفكروش أنه فقط تو باش نعملوا حملة تنظيف ننظفوا المكان هذايا يكون اليوم وغدوة نظيف بعد غدوة يرجع لا إحنا نحبوا عمل اللي يكون قاعدي هذاك علاش كيما سبق واشتغلنا يعني على مثلا مشروع مدرسة مزيان اللي من خلال المدارس نحبوا الصغار في نظافة مدرستهم ونظافة ديارهم كيفاش تخلي الصغير يعني أونجاجي يحب البلاد هذه خاطر شوف إذا كان واحد يلوح في الشارع راهو مهما يقول انا يعني نحب البلاد فما حاجه ناقصه دونك فما عمل قاعدي نحاول نقوموا به كيما مشروع مدرسه الميزانة كيما مشروع حومه الميزانة ان شاء الله باش باش نطلقوا فيه قريبا كيما ورشات البريكولاج اللي نحاولوا كيفاش الصغار نحبوهم في البريكولاج انه يشوفوا هذوك اللي ديشي الفضلات ينجموا هما يرسكلوهم يحاولوهم لدي ديكوراتيف والا حتى الاثاث في الدار فيعني احنا نحاولوا بالاساس من موقعنا نشتغلوا بالاساس اكثر منه عمل ميداني نتاع تنظيف لكن فما عمل نتاع توعيه. الجمعيات تحاول باش تعين مع بعضهم لكي يقوموا بحملات للتنظيف او ل مثلا قمنا بحملات وحمله اللي قمنا خاصه عملنا حمله في في جزر الكنيس ولقتنا برش برشا مرات عديد من المرات القمماء المتراكمه حوالي جزيره البصيله او في منطقة الخوالة لنأكدوا أنه راهو قمنا بعديد الحملات كثفنا عديد مجهوداتنا من أجل تدارك النقاط السوداء اللي كانت موجودة في العيد الآن بالعكس معناها آه نعطيك مثال مثلا دائرة ربض تم رفع في بضعة ايام تم رفع حوالي 594 طن معناها من الفضلات وهذه معناها ما كانش يترفع لولا تجند معناها الاطراف الكل رئيس دايره المتصرفين اعوان البلديه اعوان التنظيف الكل معناها تجندوا باش معناها معناها باش تجاوزنا الوضعيه هذه في الدايره هذه وقس على ذلك في عديد الدوائر بالعكس تو المواطن صحيح ما زالت الوضع ما هوشك اللي يقول احنا راهو مرضي وجيد من ناحيه البيئه لكن هيك الاكداس الكبيره اللي كنا نشاهدوها في الطرقات اتنحت ما عادش موجوده تويكا كذلك معناها الحملات قاعدين نواصلوا فيها وخاصه مع الجمعيات المدنيه نظافة المدينة يكمن في تضافر جميع الجهود وعدم رمي المسؤولية على عاتق الآخرين والمواطن ما هو إلا حلقة من بين هذه الحلقات